أطلقت دار الأزياء الإيطالية العريقة فيرساتشي حملتها الإعلانية الجديدة واللي بتحمل اسم آيكونز والموجهة لموسم ربيع وصيف 2024، واللي تصدرها النجم الإيرلندي الحائز على جائزة الأوسكار كيليان ميرفي كنجم المجموعة الأولى للرجال على الإطلاق، حيث انطلقت سلسلة حملة إعلانات أيقونة فيرساتشي فيرساتشي آيكونز منذ نصف عام 2023 مع آن هاتاوي للمرة الأولى لموسم خريف وشتاء 2023-2024. من المؤكد أنه دوناتيلا فيرساتشي عنده نقطة ضعف بالنسبة للفائزين بجوائز الأوسكار، حيث تم اختيار الممثلين آن هاتاوي وكيليان ميرفي ليكونوا الثنائي القوي اللي بيمثل حملة مجموعة فيرساتشي آيكونز الجديدة واللي تم إطلاقها رسمياً، حيث أطل كل من النجمين الأشهر بمجموعة من أكثر ابتكارات الدار أيقونية على الإطلاق. بيمثل هيدا التعاون الجديد عودة لآن هاتاوي لدورة الاستثنائي كوجه إعلاني للدار إلى جانب كيليان ميرفي، مع ظهوره الأول لأول مرة كوجه للعلامة التجارية واللي بيتزامن مع افتتاحه لمجموعة فيرساتشي آيكونز. أطل ميرفي بمجموعة إطلالات أنيقة وراقية مختارة من أبرز مجموعات الدار الإيطالية فيرساتشي لموسم ربيع وصيف 2024 للأزياء الجاهزة، حيث أطل بقطع كلاسيكية وأيقونية كالحملة تماماً، وتألق بقطع تريكو مميزة ومنسقة مع سراويل قماشية فاخرة من تصميم الدار. كما تألقت الأمريكية آن هاتاوي بمجموعة إطلالات أنثوية فاخرة بقطع فيرساتشي الأكثر مبيعاً وشهرة على الإطلاق، حيث اختير لها إطلالات الكورسيه والفساتين الجلدية وفساتين التريكو الصيفية. وتألقت كمان بأكسسوارات الدار الأنيقة بحقائب وأحذية سلينج باك مديوزا الحديثة لموسم ربيع وصيف 2024، وقد تم تصوير الحملة بواسطة ميرت أند ماركوس، حيث بيظهر كل من آن هاتاوي وكيليان ميرفي جوانب مختلفة من شخصيتهم، وهن لابسين قطع من المجموعة المتوفرة هلأ بجميع أنحاء العالم وبشكل حصري قبل طرح مجموعة صيف 2024 بالكامل.